إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. السميع من أسماء الله الحسنى التي نستحضرها في صلواتنا ونتذكرها، والسميع بمعنى الذي يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا عن نفسه: وهو السميع العليم وهو السميع البصير، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فنتذكر اسم الله السميع عند الاستعاذة، إحدى صيغ الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وعند الرفع من الركوع قائلين: سمع الله لمن حمده. يؤثر تذكر اسم الله السميع في الصلاة في إحسان الأقوال التي نقولها، لأن نعلم أن الله تبارك وتعالى يسمعها. وأيضا في خارج الصلاة وبعد الصلاة نتذكر أن الله تبارك وتعالى هو السميع، فنحفظ ألسنتنا لأن الله تبارك وتعالى يسمع كل ما نقول سبحانه وبحمده.